بكم إلى المشهدية وتتابعون في مشاهدها. روسيا تحيي ذكرى الانتصار على النازية، عرض عسكري ضخم ورسائل من بوتين للغرب على وقع العملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا. مواجهة في شوارع بلباو بين مشجعي فريق إسرائيلي وإسبان مؤيدين للقضية الفلسطينية. يوتيوب كيدز أطلق لحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب لأعمارهم، فهل هذا ما يحدث فعلا؟ إنها ذكرى يوم النصر. في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، عرض عسكري ضخم 11,000 عسكري و131 قطعة حربية. ربما هو المشهد نفسه يتكرر كل عام، لكن ما يحمله من دلالات ورسائل هذه المرة لا شك مختلف. ففي ذكرى النصر على النازية خلال الحرب العالمية الثانية، تستعيد روسيا روح الانتصار في مواجهتها النازيين الجدد في أوكرانيا. عملية عسكرية يؤكد الرئيس فلاديمير بوتين أن القتال فيها من أجل الوطن والمستقبل. الناتو بدأ يزحف نحو أراضي جوار روسيا عسكريا مقتربا من حدودها، وكل الدلائل كانت توحي بأن الصدام مع النازيين الجدد أمر لا مفر منه. روسيا صدت العدوان على نحو استباقي، وذلك كان قرارا اضطراريا اتخذ في الوقت المناسب، وهو كان قرارا صائبا. وفيما كان بوتين يؤكد أن العملية في أوكرانيا هي القرار الضروري والصحيح الذي اتخذ في الوقت المناسب ردا على السياسات الغربية كانت أوروبا تبحث مستقبلها في بروكسل. عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في حال حدوثها قد تستغرق سنوات وحتى عقودا، فلنكن صادقين، لا يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي الوسيلة الوحيدة لهيكلة القارة الأوروبية على المدى القصير. أمام هذه المشهدية نحن اليوم سنطرح سؤالين اثنين. أولا، أي دلالة لذكرى يوم النصر هذا العام فيما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ ثانيا، كيف تقرأ مواقف فلاديمير بوتين في سياق الصراع بين روسيا والأطلسي؟ نجيب عن هذين السؤالين وغيرهما مع ضيف المشهد الساخن الدبلوماسي الروسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف. أهلا بك سيد ماتوزوف، ونبدأ معك من الدلالة والرمزية والأهمية لذكرى يوم النصر هذا العام في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أي دلالة له؟ طبعا اليوم كانت يوم الحاسم في موقف الروسي من كل الأحداث التي نحن نشاهده خلال أكثر من 70 يوم في أوكرانيا، لأن هناك كانت توقعات أن بوتين كرئيس الدولة وقائد العام للقوات المسلحة الروسية أن يعرض البرنامج الجديد واستراتيجية الجديدة معدلة بالنسبة لطبيعة حركات القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، ولكن هذا ارتفاع التوقعات كانت اصطناعية نسبيا من جانب وسائل الإعلام الغربية، ولكن عندما نحن كنا نسمع كلمة بوتين، كلمة كانت مدروسة بكل النواحي، وهذه الكلمة التي كانت ليست كلمة تحدي ولا للغرب ولا للأوكرانية مبنية. سيد ماتوزوف، يعني فعلا هي الكلمة لم تشمل تصعيدا في اللغة، كيف يمكن توصيف هذه اللغة التي استعملها الرئيس فلاديمير بوتين اليوم؟ طبعا، ولكن القضية ليست في حدة اللهجة التي ألقاها بوتين، هو ما هدد أي شيء، ولكن استعراض العسكري هو عرض السلاح، ليس سلاح القتال فقط ولكن الصواريخ استراتيجية، دليل على أن روسيا جديا تنظر على هذا الأزمة في أوكرانيا، وهذا الأزمة ليست اصطدام بين روسيا وأوكرانيا بالمناسبة، هذا اصطدام مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي تحت رئاستها،
وطبعا كل هذا كان جوابا على كل التوقعات. أهم ليست الكلام، أهم شيء أن في هذه الأيام تستمر عملية عسكرية بكل الاتجاهات، باتجاه أوديسا، موانئ نيكولايف أوديسا على شط البحر الأسود، وكذلك باتجاه منطقة دنباس حيث كانت هناك قوات لوغانسك ودونيسك تدافع ويقاوم الهجوم القوات الأوكرانية، وضرب من الحلف لتلك القوات الأوكرانية. لا شك أن هذا من أولويات لمهمة لقوات مسلحة روسية في الوقت الحاضر. طبعا واضح تماما أن بدأت الآن مرحلة ثانية من عملية العسكرية. بوتين أكد أنه هو يعتبر أن هذا القرار كان في وقت مناسب، في قرار مناسب، وكان يثبت القرار الحلف الشمالي الأطلسي. وأنا لا أستثنى أن الاستخبارات الروسية كانت لديها معلومات دقيقة حول نوايا أمريكية، لأن تسليح جيش أوكرايني كان تستمر خلال 8 سنوات. وأحد جنرال الأمريكي الذي هو مسؤول عن تنسيق مع جيش أوكرايني قال بكل صراحة وهو يتكلم أمام مجلس الأمن القومي الأمريكي، هو قال أن روسيا ارتكبت غلطة عندما أعطت لنا فرصة ل8 سنوات أن نسلح جيش أوكرايني ونرسل المدربين والمستشارين الذي دربوا هذا الجيش بسلاح الأمريكي والغربي، والآن الصورة الجديدة أمام روسيا. هذا هو الذي كانت يأخذ بعين الاعتبار القيادة الروسية، وبرأيي أنا هذا القرار كان مناسب وفي وقت مناسب، ولذلك الآن خطة التي وضعتها أمام قوات مسلحة روسية يطبق بدون أي تحدي، بدون أي استفزازات، بدون التعبئة العامة كما يتكلمون هنا وهناك في العالم أن روسيا مستعدة ليجلبوا على صفوف قوات مسلحة أكثر وأكثر جنود. لا، ترك بين أن القيادة الروسية عسكرية تركزت على نوعية السلاح وليست على زيادة عدد الجنود في حقل القتال، وهذا هو الآن بين في كل الأماكن حيث يجري الاشتباكات المسلحة، يا جزيرة زميني في قريبا التي يسيطر على منطقة شرقية للبحر الأسود، وكذلك في أزوفستال هذا المصنع في ماريوبل. كل هذا دليل أن روسيا شبرا وشبرا، قرية بعد القرية، بلد مع بلد ينتشر سيطرتها. إذا الجنود الروس اليوم يحققون أهداف هذه العملية، ليس كما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأنهم منهكين متعبين وأنهم ينتظرون، يعني بريطانيا والغرب ينتظر فشل روسيا في هذه العملية؟ هذا ليس فشل، هذا خطة مطبقة، والآن الخسائر مع الأسف الشديد خسائر جيش أوكرايني كبيرة جدا بالعتاد وبالجنود. لذلك مع الأسف الشديد روسيا لا كانت تحب أن تتقاتل مع أوكرانيا، ولكن هي تتقاتل ليس مع أوكرانيا. توجهنا اقتراحات للتفاوض السياسي والدبلوماسي إلى زيلينسكي رئيس متنازع، هو يهودي جنسيا وهو لا يعتبر أنه جنسي أن يهوديته الجنسية يهودية في رئاسة الدولة الأوكرانية لا تتناقض مع قيادة نازية كما يتهم روسيا الفيدرالية. لا، لذلك كل هذا الوقائع قد هو حتى مستشاره اليوم اعترف أن جيش أوكراني تتنازل
تنسحب، وفي هناك خطورة اقتحام بعض المدن مهمة التي تسيطر على كل الحلف لقوات مسلحة أوكرانية التي تواجه جيش لوغانسك ودونيتسك من الحلف. وهذا هو عدد تلك القوات الأوكرانية بحوالي 90,000 مقاتل جندي. نعم. مع السلاح الأمريكي. والآن هذا السلاح الأمريكي لا تفيد للأوكرانيين. مع الأسف الشديد القيادة الأوكرانية أخذت القرار الخطأ استراتيجيا. هي فضلت أن تعتمد على الدعم الأمريكي وحلف الشمال الأطلسي، ويعتبرون يمكن أن هذا يساعدهم لانتصار على روسيا. لا يجوز أن تتحقق هذه الأحلام أبدا وإطلاقا. كل شيء اللي نحن نشاهده اليوم هذا خطوة بخطوة. نعم. بدون العجل. نعم. وحماية هذه المدن. نعم. طقم القوات المسلحة الروسية. نعم. وأهالي والمواطنين الأوكرانيين. تتقدم روسيا إلى عمق هذه القوة تحت قيادة نازية وزيلينسكي وكل أصحابه. سنتعرف على بعض المدن أيضا التي تشهد اليوم عمليات قتالية سيد فيتشسلاف، يعني على الأنصاب التذكارية للمدن التي شهدت معارك مفصلية في الحرب السوفيتية النازية أو ما يسميه الروس الحرب الوطنية العظمى. وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورودا في ذكرى يوم النصر باستثناء ستالينغراد ومعركتها المفصلية. بعض هذه المدن كانت تمر أسماؤها ربما مرورا عابرا فيما مضى من احتفالات في الذكرى نفسها، لكن ذلك ليس هو حالها اليوم في ضوء العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا. هذه كييف اليوم، إلى مشارفها وصلت القوات الروسية في إطار عملياتها العسكرية من دون الدخول إليها. وهذه كييف عام 1943، المدينة شهدت معركة كانت جزءا من هجوم سوفيتي واسع شمل 3 عمليات استراتيجية في مقابل عملية مضادة واحدة شنها الجيش الألماني الذي هزم بين 23 أكتوبر و22 ديسمبر من ذلك العام. أما هذه فهي مدينة أوديسا، المدينة الساحلية الاستراتيجية في العملية العسكرية الدائرة راهنا. هي نفسها شهدت معارك مفصلية انتهت بتحريرها في نيسان أبريل 1943، وهي من المدن 12 التي حصلت على لقب المدينة البطلة، وهو اللقب الفخري السوفيتي الممنوح للبطولة المتميزة خلال الحرب العالمية الثانية. نصل الآن إلى الدونباس، المنطقة التي أطلقت موسكو معركة تحريرها خلال الشهر الماضي، معركة طويلة شنها الجيش السوفيتي لتحريرها في شباط فبراير 1943، مباشرة بعد الانتصار في ستالينغراد. فقد أدت هزيمة الألمان على كورسك والهجوم الناجح للقوات السوفيتية في اتجاه بيلوغرود وخاركيف إلى خلق الظروف لطرد الغزاة من دونباس. إذن من جديد نعود إليك سيد فيتشسلاف، ونسألك فعليا اليوم مقابل هذه العملية العسكرية التي تخوضها روسيا والتي تقول إنها تحارب بها النازيين الجدد، وكما قال بوتين هي للدفاع عن الوطن وكان القرار صائب، كانت هناك يعني مناقشة للدول الأوروبية تناقش كانت مستقبلها في ضوء هذه العملية. أي أفق عسكري يمكن أن يكون للصراع الروسي مع الغرب الأطلسي اليوم ولهذه العملية العسكرية؟ نتائج لهذا الحرب الروسي في أوكرانيا ضد حلف الشمال الأطلسي، نكون صريحين، هذا ليس اصطدام روسي أوكراني، هذا اصطدام روسي مع دول الغربية بكاملها. نعم. دول خلف الشمال الأطلسي وحلفائهم. لا شك أن في هذا العمليات الحربية تؤثر على تركيب وتشكيل النظام العالمي الجديد، حيث روسيا
خرجت من أطار النفوذ الأمريكي الذي كانت أمريكا تسيطر على روسيا الفيدرالية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مطلقا. أنا أقول هذا بدون أي مبالغات، أن بداية من 91 من 92 كانت خبراء الأمريكان يشتغلوا في كل المؤسسات الدولة الروسية، في الاستخبارات، جهاز استخباراتي، في جهاز الحكومي، في الإدارة، حتى في رئاسة الدولة الروسية. هناك كانت خبراء، ومن هو الذي كان وراء تشخيص كل الممتلكات الدولة السوفيتية؟ من هو الذي وزع أمام الأوليغارخ تلك الثروة الطبيعية الروسية؟ هم خبراء الأمريكان، جيفري ساكس وزملاؤه. طيب. هم كانوا وراء يلتسين، غايدار وكل شيء. وين اليوم هؤلاء الناس مشاركين في هذه العملية بيع الدولة؟ هربوا لوين؟ كودرين نائب الرئيس وهو من أكبر أصحاب هذه الفكرة، شوبايس أب لكل توزيع الممتلكات في التسعينات. طيب. وبعض خلابونين كذلك، هذا كلهم مليارديرية. وين هم؟ كلهم انتقلوا إلى إسرائيل، موجودين في إسرائيل. جميل. وأخذوا الجنسية إسرائيلية فورا. لماذا؟ لأن لدي إسرائيل قانون يمنع تسليم اللاجئين إلى ما أي محكمة في أي دولة مهما كان. يعني هذا ملجأ. هربوا كثير من الناس من المغنيين ومشاركين في وسائل الإعلام الروسية. هربوا هم خوفا أن يقترب الوقت عندما سوف يأتي طلب منهم الجواب. شو نتائج نشاطهم خلال 30 سنة؟ هذا هو نحن ننتظر التغيرات. وهذا كلام مهم، ولكن اليوم أيضا كان هناك كلام مهم للرئيس الفرنسي بدقيقة لو سمحت ماكرون، الذي قال أنه لا يمكن تحقيق السلام بإذلال روسيا. كيف يقرأ هذا التصريح؟ يعني كلهم يعتبرون أنه حتى سلم وحتى مفاوضات سياسية بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن أن يصير. هذا قول بوريس جونسون كذلك. بوريس جونسون قال بكل صراحة أنه لا يجوز أن يجتمع قيادة أوكرانية مع ممثلين روسيا لاستمرار مفاوضات حتى هزيمة الجيش الروسي في أوكرانيا. نعم، كل الشكر لك لانتهاء الوقت. كل الشكر لك الدبلوماسي الروسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف على وجودك معنا وعلى كل المعلومات التي قدمتها لنا. ما يشبه حرب شوارع شهدته مدينة بلباو في إقليم الباسك شمال إسبانيا والحاضر فلسطين. فقبيل ساعات من مباراة لكرة السلة بين فريق هابوعيل حولون الإسرائيلي وريسين لودفيكسبورغ الألماني، وقعت اشتباكات بين مشجعي الفريق الإسرائيلي وعدد من أبناء المدينة المؤيدين للقضية الفلسطينية، ما استدعى تدخل الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز في محاولة لتفريقهم. هذه المشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بعبارة: المئات من المشاغبين الصهاينة يسيرون في بلدة بلباو القديمة ويهاجمون السكان وينشرون شعارات مناهضة للفلسطينيين من دون عقاب. من منا لا يعتريه القلق على أطفاله من المحتوى غير المناسب لأعمارهم على الإنترنت؟ حين أطلق تطبيق يوتيوب كيدز قبل سنوات، نظر إليه كثيرون أو نظروا إليه على أنه الحل، لكن هل كان فعلا كذلك؟ نتابع.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في منصات التواصل الاجتماعي السيد ميشيل الهبر. أهلا بك سيد ميشيل. وفي البداية السؤال يعني الأبرز لدينا، كيف يمكن أن يصل مثل هذا المحتوى غير المناسب للأطفال إلى تطبيقات مختصة بالأطفال؟ عادة بيكون في فلترينج بروسس لكل الكونتنت اللي بيطلع على يوتيوب، وهذا الفلترينج بروسس هي بتصير شبه اوتوميتد، يعني هي ما في اشخاص عم يعملوا هالفلترينج، بيقطعوا بعض الفيديوهات من دون ما يكون في لهم تعميد خاص من افراد، يعني عم يكونوا عم يعملوا من الجوريثم أما كمبيوتر عم يعمل لهم ابروفل لهالفيديوز. فهذا الاسباب اوقات اللي هي تيوفروا مصاري اوقات الشركات الكبار، بتخلي اصحاب الفيديوهات اللي عم بيعملوا لها ابلود على يوتيوب تقطع هالفلترنج بروسس. واكيد مع الوقت كل ما لقطوا فيديو من هالنوع بصير في له بالتطوير للمنصه تبع يوتيوب، وبصير تلقط فيديو مثله بعدين. بس هذا شيء ما بيخفي وبيخفف من الضرر اللي انعمل اوريدي للاولاد اللي حضروا هيك فيديو. لكن لماذا يتم الزج؟ يعني ما الهدف من ان يتم زج مثل هذا المحتوى الذي يحرض على العنف او يتضمن اسلحه او يتضمن اي محتوى غير مناسب للاطفال ضمن تطبيقات خاصه بهم؟ هلا اكيد في عندك كثير يعني افراد وشركات عالميه بهمها مثل ما تعلم التدخين لاولاد من هن صغار، تعلمهم انه يستخدموا الويبنز، يعني كل شيء خاصه بالفاير ارمز، يقدروا هالاولاد يتعودوا من هن صغار يحسوا انه لازم يشتروا هاد الفرد او يشتروا القطعه يلي هي لازم يكون معهم اياها ببيتهم. هيدي تجاره كبيره كلنا بنعرف موجوده عالميا، وما فيك وكله بيعرف بالبزنس بالعمل، اذا فيك تعود الولد من هو صغير يفكر انه انا لازم يكون عندي فرد، تلقائيا بس يكبر اول ما يصير عنده تشانس انه يشتري هالفرد رح يروح يشتري. سو هذا الشيء بيكون كثير منيح لهالبزنسز اللي هن ببيعوا اسلحه، وهذا تجاره كثير كبيره كلنا بنعرفها. نعم استاذ ميشيل، اسمح لي ان اسالك، هل لديك اطفال ام لا؟ عندي ثلاث اطفال. هل تسمح لهم بمتابعه هذه التطبيقات الخاصة بالأطفال؟ وأيضا أنت كأبو يعني مختص بخبير في منصات التواصل الاجتماعي، كيف يمكن للأهل أن يحموا أطفالهم وأن يثقوا بالتطبيق الذي يستخدموه؟ هلا أكيد لازم يكون في وعي من قبل الأهالي، يكون عندهم شوية تطوير لنفسهم ليتعلموا كيف يقدروا يعملوا سيطرة على أولادهم أونلاين حتى لو ما كانوا بالمنزل معهم. في parental control tools، في حتى يكون عندهم accounts على يوتيوب بيقدروا يفوتوا يشوفوا شو عم بيحضروا بالهيستوري الاولاد، كرمال يعملوا يعني يخصصوا شوية وقت. يعني انا بخصص وقت فوت شوف شو عم يحضر ابني، خصوصا الكبير بلش كثير، يعني صار عمره 11 سنة عم ينفتح لقصص اكثر ما هي، يعني عم بلش يفكر بالبنات، عم يفكر بقصص اللي هي ممكن توصله لمطرح يمكن يغلط شي مره ويعمل شيء مش لازم يعمل. سو بفوت بحضر الفيديوهات اللي عم بيحضرها وبوعيه، يعني اليوم الولد لازم نعرف انه منه ولد مش فهمان، بيسمع وبشوف وصار عنده الاكس تليفونه. سو شوي لازم نفهم كيف اليوتيوب بيمشي، نفوت على الهيستوري تبعه وننتبه على اولادنا مش نتركهم لحالهم، حتى لو شركه عالميه مثل يوتيوب عملت يوتيوب كيدز بدل الولد يقدر يفوت على youtube.com اذا ما عندنا البارنتال كنترول تنوقفهم. يعني العمر كله لابنك ولابنائك الثلاثه، ولكن ايضا هناك سؤال اليوم، من يتحمل مسؤوليه مشاهده اطفالنا لمحتوى غير مناسب لهم؟ وهل يمكن ان يفتح ما حدث الباب امام مراجعه ربما دوليه شامله لهذه المنصات والتطبيقات؟ انا على طول بحكي وبقول انه لازم كل منصات التواصل الاجتماعي يكون لها رقابه محليه من كل بلد، لانه كل بلد عنده حثيته وعنده الكالتشر تبعه وكيف بحب بلده وشعبه يعيش. يعني احنا ما لنا مجبورين نعيش مثل بيعيشوا بامريكا، ما لنا مجبورين نعيش كيف بيعيشوا باوروبا، لما احنا اذا موجودين بلبنان
هم موجودين بدول غير الغرب يعني. سو لازم يكون في عندنا التولز لنقدر نعمل مانجمنت لهالمنصات على صعيد وزاره التربيه، وزاره الاعلام، وزاره يعني، مش ما عم نحكي عن قمع يعني. العالم دغري بيروحوا انه رح يقمعوا الشعوب وما يخلون يعملوا اللي بدهم اياه ويحكوا اللي بدهم اياه. في قصص ما لازم تنحكى، في قصص ما لازم نشوفها، في قصص ما لازم تنتشر اصلا، يلي هي بتضر بالبيئه طبعاً اللي احنا عايشين فيها، وبتخلي اولادنا يفكروا انه هن اذا عايشين بلبنان هن بلد منه بلد متطور، اما لازم يسافروا لبرا، وتحسسهم انه هن في عندهم نقص. وهيدا المنصات اللي بتعمله السوشيال ميديا شانلز بتخلي الشخص يحس حاله انه بلده منه بلد منيح، بطل عنده انتماء للوطن، بطل عنده انتماء للحياه اللي عايشين فيها، وهذا مشكلة كثير كبيرة. نعم، وهناك أضرار حتى نفسية وعاطفية وصحية كبيرة جدا للإدمان على الهواتف وعلى متابعة منصات التواصل الاجتماعي للأطفال. شكرا جزيلا لك الخبير في منصات التواصل الاجتماعي السيد ميشيل الهبر على وجودك معنا وعلى ما قدمته لنا من معلومات. بهذا تكون اكتملت المشهدية لهذه الليلة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.